حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ابن ابي نجيح قال سالت طاوس أن عن رجل إن رمى الجمره بست حصيات فقال ليطعم قبضه من طعامين قال فلقيت مجاهدا فسالته وذكرت له قول طاوس فقال رحم الله ابا عبد الرحمن اما بلغه قول سعد بن مالك قال رمينا الجماره او الجمره في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا نتذاكر فمنا من قال رميت بست ومنا من قال رميت بسبع ومنا من قال رميت بثماء ومنا من قال رميت بتسع فلم يروا بذلك باسا حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض وهو بمكة فقال يا رسول الله قد خشيت ان اموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد ابن خوله فدع لها ان يشفيني قال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا, سعداً فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا ابنة. أفأوصي بمال كله؟ قال: لا قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا قال: أفأوصي بنصفه؟ قال: لا قال: أفأوصي بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إن نفقتك من مالك لك صدقة وإن نفقتك على عيالك لك صدقة وإن نفقتك على أهلك لك صدقة وإنك وإنك أن تدع أهلك بعيش أو قال بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد حدثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد أن, أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجا من المدينة فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فلما أتاه قال يا أبت أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن يعني ابن معمر قال حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة أن سعدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل سبعة مرات عجوة من بين لابتي المدينة على الريق لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي قال فليح وأظنه قال وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح فقال عمر انظر يا عامر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبه أن يرد عليهم حدثنا روح أملاه علينا ببغداد. حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه عن جده سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته لها ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه ، بما قضى الله عز وجل. حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج ، أنه سمع حسين بن عبد الرحمن يحدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ستكون فتنة القاعد فيها خير» من القائم والقائم فيها خير من الماشي ويكون الماشي فيها خيرا من الساعي قال وأراه قال والمتجع فيها خير من القاعد حدثنا أبو سعيد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبن أخ لسعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني ناجية أنا منهم وهو مني. حدثنا محمد بن جعفر وذكر الحديث بقصة فيه فقال ابن أخي سعد بن مالك: قد ذكروا بني ناجية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: "هم حي مني ولم يذكر فيه سعد" حنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد قال لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مهدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن ابيه عن سعد فذكر مثله ووافقه ابو سعيد على عامر بن سعد كما قال الخزاعي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المزح على الخفين لا بأس بذلك حثن إسحاق بن عيسى حدثني مالك يعني ابن أنس عن سالمين أبي النضر. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي من الناس يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلامين. شيم هشيم أنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة قال فقلت ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعت ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن وهيب عن أبي واقد الليثي عن عامر بن سعد: عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ثمن المجن حدثنا روح حدثنا محمد بن ابي حميد المدني حدثنا اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه عن جده قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام من إنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها يعني أيام التشريق حدثنا حسين بن محمد حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي إسحاق بن سالمين عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال ما بين لابتي المدينة حرام قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة. اللهم اجعل البركة فيها بركتين وبارك لهم ، في صاعهم ومدهم. حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة قال سعد وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ قال فقلت هو عمير قال فجاء عبد الله بن سلمين فأكلها حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث ، عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص حديثًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الوضوء على الخفين أنه لا بأس به حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن ابي عبد الله قال رايت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينه الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه وقال عفان مرة إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين انه حدث عن سعد بن ابي وقاص انه كان يصلي العشاء الاخره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطير بواحده لا يزيد عليها قال فيقال له ات تطير بواحده لا تزيد عليها يا أبا إسحاق فيقول: نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازم. حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد، حدثني والدي محمد عن ابيه سعد قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملا عينيه مني ثم لم يرد علي السلام فاتيت امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت يا امير المؤمنين هل حدث في الاسلام شيء مرتين قال لا وما ذاك قال قلت لا إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام قال عثمان ما فعلت قال سعد قلت بل قال حتى حلف وحلفت قال ثم ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر لها وأتوب إليه إنك مررت بي آنفًا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها قط الا تغش بصري وقلبي غشاوه قال قال سعد فانا انبئك بها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اول دعوه ثم جاء اعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا أبو إسحاق؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله قال: فمه؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة. ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم دعوة ذي النون إذ إذ هو في بطن الحوتة لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت ، من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا سليمان بن بلال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول: تخالفني مع الخوالف فقال: أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة حدثنا عصام بن خالد حدثني أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يومين وسألت راشدا هل بلغك ماذا النصف يومين قال خمسمائة سنة حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أرجو أن لا يعجز أمتي عند ربي أن يؤخرهم نصف يومين فقيل لسعد وكم نصف يومين قال خمسمائة سنة حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن هذه الآية "هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أوي من تحت أرجلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد حنى علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السموات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن معاذ التيمي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة لا يصلى بعدهما الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس. حدثنا يونس حدثنا إبراهيم عن ابيه عن رجل من بني تيمين يقال له معاذ عن سعد بن ابي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حثنا يعقوب وسعد قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده قال سعد عن ابراهيم بن عبد الرحمن قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال: أستأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أحق أن يهبن ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا ، إلا سلك فجا غير فجك ، وقال يعقوب ما أحصي ما سمعته يقول ، حدثنا صالح عن ابن شهاب حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني محمد بن أبي سفيان بن جارية أن يوسف بن الحكم أبا الحجاج أخبره أن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد هوان قريش أهانه الله عز وجل حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت شكوى لي بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني قال قلت يا رسول الله إني قد تركت مالا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأتركه لها الثلث قال لا قال اف اوصي بالنصف واترك لها النصف قال لا قال اف اوصي بالثلث واترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثلاث مرار قال فوضع يده على جبهته فمسح وجهي وصدري وبطني وقال اللهم اشف سعدا واتم له هجرته فما زلت يخيل الي باني اجد برد يده على كبدي حتى الساعه حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عبد الله بن ابي سلمة ان سعدا سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال انه لذو المعارج ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن ابي مليكة عن عبيد الله بن ابي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال وكيع يعني يستغني به حنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي حدثنا علي بن اسحاق عن ابن المبارك عن اسامه قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ان محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبه اخبره قال ابي وقال يحيى يعني القطان ابن ابي لبيبه ايضا الا انه قال عن اسامه قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن لبيبه حدثنا وكيع حدثنا هشام عن ابيه عن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض فقال يا رسول الله الا اوصي بمال كله قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير او كبير حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك مهما انفقت على اهلك من نفقه فانك تؤجر فيها حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس يبطل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض. ليس عليه خطيئة. حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم قال سفيان عن عامر بن سعد وقال مسعر عن بعض آل سعد عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض بمكة فقلت: يا رسول الله أوصي بمال كله؟ قال: لا قلت فبالشطر قال: لا قلت فبالثلث قال: الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تدع وارثك غنيا خير من أن تدعه فقيرا يتكفف الناس وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى لقمة ترفعها إلى في إمرأتك قال ولم يكن له يومئذ إلا ابنة فذكر سعد الهجرة فقال يرحم الله أبن عفراء ولعل الله يرفعك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت أبا عباية عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحو من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال: لقد سألت لها خيرًا كثيرًا وتعوذت بالله من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية: أدعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين وإن حسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد قال أبو سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو سعيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده حثنا عبد الرحمن عن همامين عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بمكة وهو مريض فقال إنه ليس لي الا ابنه واحده فاوصي بمال كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فاوصي بنصفه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فاوصي بثلثه قال الثلث والثلث كبير حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتاده عن أبي غلاب عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فذكر مثله وقال عبد الصمد كثير يعني والثلث حنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى قال أنبأنا سفيان وعن أبي إسحاق. عن العيزاري بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في إمرأته حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد ابن عفراء يرحم الله سعد ابن عفراء ولم يكن له إلا ابنة واحدة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمال كله قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى لقمة ترفعها إلى في امرأتك ولعل لها أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن سعد قال الحد لي لحدا وانصب علي كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة انبأنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قلت لسعد بن مالك إن اني اريد ان اسالك عن حديث وانا اهابك ان اسالك عنه فقال لا تفعل يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسني عنه ولا تهبني قال فقلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك فقال سعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالمدينة في غزوة تبوك فقال يا رسول الله أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى قال بلى يا رسول الله قال فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يستع وقد قال حماد فرجع علي مسرعا حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثني عكرمة بن خالد حدثني يحيى بن سعد ، عن أبيه قال ذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رجز أصيب به من ، كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا كان بها وأنتم بها ، فلا تخرجوا منها حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق عن العيزاري بن حريث عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إذا أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته حثنا وكيع حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم سهم غيره سواء قال فكيلتك أمك يا أبن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ فقال الأنبياء: ثم الأمثل فالأمثل فيبطل الرجل على حسب دينه فإن كان رقيق الدين أبتلي على حسب ذاك وإن كان صلب الدين أبتلي على حسب ذاك قال فما تزال البلايا بالرجل حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال سعد بن مالك جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عبد الله مولى جهينة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايعجز احدكم ان يكسب في اليوم الف حسنه قال ومن يطيق ذلك قال يسبح مئه تسبيحه فيكتب له الف حسنه وتمحى عنه الف سيئه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصمين الأحول قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهمين في سبيل الله وأبا بكر تتسور حصن الطائف في ناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى إلى أبن غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: قال سعد: "لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة وما لنا طعام. إلا ورق الحبلة حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما يخالطه شيء ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الإسلام لقد خسرت إذا وضل سعي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عاصمين حدثني أبو عثمان النهدي قال سمعت ابن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم الجنة عليه حرام حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعْدُ قُمْ فَأَذِّنْ بِمِنًنَّ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا صَوْمَ فِيهَا حثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال سعد في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث أتني يعودني قال فقال لي أوصيت قال قلت نعم جعت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل قال لا تفعل قلت إن ورثتي أغنياء قلت الثلثين قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث والثلث كثير حدثنا السويد بن عمرو حدثنا أبان حدثنا يحيى عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا هامة ولا عدوى ولا طيرة ، إن يكن ففي المرأة والدابة والدار". قرأت على عبد الرحمن عن مالك قال أبي وحدثنا عبد الرزاق أنبأنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب انه حدثه انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاويه بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمره الى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه حان إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال قال سعد وقال مرة سمعت سعدًا يقول سمعته أذني ووعاه قلبي ، من محمد صلى الله عليه وسلم أنه من ادعى أبًا غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكرة فحدثته فقال: وأنا سمعته أذني ووعاه قلبي ، من محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة وعن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا قال حجاج سمعت يونس بن جبير حسن حسن حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عمر بن سعد بن مالك عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه خير من ، أن يمتلئ شعرًا». حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن سعد ، عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطاعون: "إذا وقع بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم بها فلا تفروا منه." قال شعبة ، وحدثني هشام أبو بكر ، أنه عكرمة بن خالد. حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن علي بن زيد ، قال: "سمعت سعيد بن المسيب قال: "قلت لسعد بن مالك انك انسان فيك حده وانا اريد ان اسالك قال ما هو قال قلت حديث علي قال فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى قال رضيت ثم قال بلى بلى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عون عن جابر بن سمرة وبهز وعفان قال حدثنا شعبة أخبرني أبو عون قال بهز قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد شكك الناس ، في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد من الأوليين وأحذف من الأخرين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر ذاك الظن بك أو ظني بك حدثنا حجاج حدثنا فطر عن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيم الكناني قال خرجنا إلى المدينة زمن الجمال فلقينا سعد بن مالك بها فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي حدثنا حجاج أنبأنا ليث وأبو النضر حدثنا ليث حدثني عبد الله بن أبي مليكة القرشي ثم التيمي عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن حثنا حجاج أنبأنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء. حثنا حجاج أنبأنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص قال أراد عثمان بن مضعو أن يتبتل فناهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز ذلك له لا حدثنا ابن نمير حدثنا مالك بن انس حدثني عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أليس ينقص الرطب إذا يبس قالوا بلى فكرهه حدثنا يعلى حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه وناجى ربه عز وجل طويلا. قال: سألت ربي عز وجل ثلاثا سألته: أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته، أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته، أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. حدثني على ويحيى بن سعيد قال يحيى: حدثني رجل كنت أسميه فنسيت اسمه، عن عمر بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد، قال: وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة فقدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس يواصلون لم يكن يسمعه فلما فرغ قال يا بني قد فرغت من كلامك قال نعم قال ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم ياكلون باسنتهم كما تاكل البقره من الارض حدثنا عبد الرزاق انبانا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال شكا اهل الكوفه سعدا الى عمر فقالوا لا يحسن يصلي قال فساله عمر فقال اني اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اركض في الاوليين واحذف في الاخريين قال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد حدثنا سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيامين حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرمًا رجلًا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم ، من أجل مسألته حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن سعد أو غيره أن سعد بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يهن قريشا يهنه الله عز وجل حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ابيه قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا فقال سعد يا نبي الله اعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوي مسلم حتى اعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي رجالًا وأدعو من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئًا مخافة أن يكب في النار على وجوههم. حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ابيه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا حرن عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فمرضت مرضا اشفيت على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا قلت بشطر مالي قال لا قلت فثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك ، يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى لقمة تجعلها ، في في امرأتك قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك إنك لن تتخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين اللهم أمد لي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مات بمكة حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أحى الله لاختصينا. لا حثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن ابيه عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن نبي الا وصف الدجال لامته ولا اصف انه صفه لم يصفها احد كان قبلي انه اعور وان الله عز وجل ليس باعور حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا سليم بن حيان حدثنا عكرمة بن خالد قال عفان حدثني عن يحيى بن سعد عن سعد أن الطاعون ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه رجز أصيب به من كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم بأرض وهو بها فلا تخرجوا منها حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز وهو امير على المدينه ان سعدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل سبع مرات عجوه ما بين لابتي المدينه حين يصبح لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي قال فليح وأظنه قد قال وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح قال فقال عمر يا عامر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عامر والله ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد الاسلمي عن المطلبي عن عمر بن سعد عن ابيه انه قال جاءه ابنه عامر فقال اي بني في الفتنه تأمرني ان اكون راسا لا والله حتى اعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبه عنه وإن ضربت به كفرا قتله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب الغني الخفي التقي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ، لم أرهما قبل ولا بعد. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار عن عمر بن سعد عن أبيه سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبت للمسلم إذا أصابه خير حمد الله وشكر وإذا أصابته مصيبة أحتسب وصبر. المسلم يؤجر ، في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان قال حدثنا ابن المسيب حدثني ابن لسعد بن مالك حديثا عن أبيه قال دخلت على سعد فقلت حديثا حدثته عنك حين استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة قال فغضب فقال من حدثك به فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثنيه فيغضب عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج ، في غزوة تبوك ، استخلف عليا على المدينة فقال علي يا رسول الله ما كنت أحب ، أن تخرج وجها إلا وأنا معك فقال أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك يعني ابن أنس حدثنا أبو النضر ، عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي ، إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلامين. حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مخرمة ، عن أبيه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا وناسا ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان أخواني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحدهما أفضل من الآخر فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر فقال ألم يكن يصلي؟ فقالوا بلى يا رسول الله فكان لا بأس به فقال: ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته. ثم قال عند ذلك: إنما مثل الصلوات كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون يبقي ذلك من درنه حدثنا بهز حدثنا شعبه حدثنا قتاده عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمتلئ جوف احدكم قيحا ودما خير له من ان يمتلئ شعرا حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال قدمت المدينة فبلغنا أن الطاعون وقع بالكوفة قال فقلت من يروي هذا الحديث فقيل عامر بن سعد قال وكان غائبا فلقيت إبراهيم بن سعد فحدثني انه سمع اسامه بن زيد يحدث سعدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا منها قال قلت انت سمعت اسامه قال نعم حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن ابي اسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم كفر وسبابه فسق. حثن أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال: قال يا رسول الله قد شفاني الله من المشركين فهب لي هذا السيف قال إن هذا السيف ليس لك ولا لي ضعه قال فوضعته ثم رجعت قلت عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من ؟ لم يبل بلائي قال إذا رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل في شيء قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك قال وأنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثني عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثني يحيى بن سعيد الأموي قال أبو عبد الرحمن وحدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا المجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمن فأوثق لهم فأسلموا. قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون مئة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلاجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا لم تقاتلون تقاتلون في الشهر الحرام فقلنا إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام فقال بعضنا لبعض ما ترون فقال بعضنا نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنخبره وقال قوم لا بل نقيمها هنا وقلت أنا في أناس معي لا بل نأتي عير قريش فنقتطعها فانطلقنا إلى العير وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر فقام غضبانا محمر الوجه فقال أذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة لا أبعثنا عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدية فكان أول أمير أمر في الإسلام حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير وعبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة وعن نافع بن عتبة بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم ثم تقاتلون فارس فيفتحها الله لكم ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله لكم ثم تقاتلون الدجال فيفتحه الله لكم قال فقال جابر لا يخرج الدجال حتى يفتتح الروم حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافعي بن عتبه بن ابي وقاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تغزون جزيره العرب فيفتح الله لكم وتغزون فارس فيفتحها الله لكم وتغزون الروم فيفتحها الله لكم وتغزون الدجال فيفتح الله لكم دثنا يعقوب قال سمعت ابي يحدث عن محمد بن عكرمه عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص ان اصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد بالماء مما حول النبت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فناهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق ويعقوب حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد بن ابي عتيق قال يعقوب ابن ابي عتيق عن عامر بن سعد حدثه عن ابيه سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش قال: سئل سعد عن البيضاء بالسلط فكرهه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: عن الرطب بالتمر فقال: ينقص إذا يبس قالوا: نعم قال: فلا إذن. حثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس ، من أجل مسألته حثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة عام الفتح مرضًا شديدًا أشفيت منه على الموت فأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني قلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي وقال سفيان مرة أتصدق بمالي قال لا قال فأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قال قلت الثلث قال الثلث والثلث كبير إنك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عاله يتكففون الناس انك لن تنفق نفقه الا اجرت فيها حتى لقمه ترفعها الى في امراتك قلت يا رسول الله اخلف عن هجرتي قال انك لن تخلف بعد فتعمل عملا تريد به وجه الله الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمد لي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له أن مات بمكة حثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيبي عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى قيل لسفيان غير أنه لا نبي بعدي قال قال نعم حثنا سفيان عن عبد الملك سمعه من جابر بن سمرة تشك أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن يصلي قال الأعاريب والله ما آل بهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الظهر والعصر أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين فسمعت عمر يقول كذلك الظن بك يا أبا إسحاق حدثنا سفيان عن عمرو سمعت ابن ابي مليكة عن عبيد الله بن ابي نهيك عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران حَسَنَ سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك بن أوسين سمعت عمر يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم الها الذي تقوم به السماء والأرض وقال مرة الذي بإذنه تقوم أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لنورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم حثنا سفيان عن العلاء يعني ابن أبي العباسي عن أبي الطفيل عن بكر بن قروش عن سعد قيل لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال شيطان للردهة يحتدره يعني رجلا من بجيلة حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال سئل سعد عن بيع سلط بشعير أو شيء من هذا فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست قالوا نعم قال فلا إذن حسن إسماعيل أخبرنا هشام وَأَيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن الطيرة فانتهرني وقال: من حدثك فكرهت أن أحدثه من حدثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أنبأنا هشام أدست عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد قال قال سعد يا رسول الله اي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل حتى يبطل العبد على قدر دينه ذاك فان كان صلب الدين ابتلي على قدر ذاك وقال مره اشد بلاء وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر ذاك وقال مره على حسب دينه قال فما تبرح البلايا عن العبد حتى يمشي في الأرض يعني وما إن عليه من خطيئة قال أبي وقال مرة ، عن سعد قال: قلت يا رسول الله ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فطرحه في القبض قال: فرجعت وبما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فخذ سيفك". حدثنا أبو معاوية، تحدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن ابي وقاص قال لما كان يوم بدر قتل اخي عمير وقتلت سعيد بن العاص واخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفه فاتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فطرحه في القبض قال فرجعت وبما لا يعلمه الا الله من قتل اخي واخذ سلبي قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك حثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شك أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا لا يحسن يصلي فذكر ذلك عمر له فقالا أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كنت أصلي بهم أكد في الأوليين وأحذف في الأخرين فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن نبيه: حدثني أبو عبد الله القراظ قال: سمعت سعد بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أهل المدينة بدهمين، أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد حدثني محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن أسامة قال أخبرني محمد بن عمرو بن عثمان أن محمد بن عبد الرحمن أبن لبيبة أخبره فذكره حدثني يحيى بن سعيد عن موسى الجهني حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قول إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم خمسا قال هؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني حدثنا يحيى بن سعيد حَدَثَنِي يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعدا يقول: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا يحيى عن موسى يعني الجهني حدثني مصعب بن سعد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقال رجل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة تكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة قال أبي وقال ابن نمير أيضا أو يحط ويعلى أيضا أو يحط حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عمرو حدثني مصعب بن ثابت عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن ابيه سعد بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضينا بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. حدثناه قتيبة عن ليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال: سمعت سعد بن مالك يقول: إني لا العرب رام بسهمين في سبيل الله ولقد أتينا نخزوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الدين لقد خبت إذا وضل عملي حني يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال أنزلت في أبي أربع آيات قال قال أبي أصبت سيفا قلت يا رسول الله نفلني يه قال ضعه قلت يا رسول الله نفلني يه أجعل كمن لا غناء له قال ضعه من حيث أخذته فنازلت يسألونك الأنفل قال وهي في قراءة ابن مسعود كذلك قل الأنفل وقالت أمي أليس الله يأمرك بصلة الرحيم وبر الوالدين والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد فكانت لا تأكل حتى يشجر فمها بعصا فيصب فيه الشراب قال شعبة وأراه قال والطعام نزلت ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقرأ حتى بلغ بما كنتم تعملون ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض قلت قلت يا رسول الله أوصي بمال كله فناهاني قلت النصف قال لا قلت الثلث فسكت فأخذ الناس به وصنع رجل من الانصار طعاما فاكلوا وشربوا وانتشوا من الخمر وذاك قبل ان تحرم فاجتمعنا عنده فتفاخروا وقالت الانصار الانصار خير وقالت المهاجرون المهاجرون خير فاهوى له رجل بلحي جزور ففزر انفه فكان أنفس عدن مفزورًا فنازلت: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون؟" حسن يحيى بن سعيد أنبأنا سليمان يعني التيمية حدثني غنيم قال: "سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة قال: "فعلناها وهذا كفر بالعروش يعني معاوية حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا حدثنا يحيى عن إسماعيل عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال صليت مع سعد فقلت بيدي هكذا ووصف يحيى التطبيق فضرب بيدي وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا ، أن نرفع إلى الركب. حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هاشم عن عائشة بنت سعد عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. حدثنا مكي حدثنا هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد فذكر الحديث مثله. حدثناه أبو بدر عن هاشمين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. حدثنا ابن نمير عن عثمان يعني ابن حكيمين أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن نمير عن عثمان قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يومين من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف الينا فقال سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحده سالت ربي ان لا يهلك امتي بسنه فاعطانيها وسالته ان لا يهلك امتي بالغرق فاعطانيها وسالته ان لا يجعل باسهم بينهم فمنعنيها حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزاري بن حريث العبدي عن عمر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة أحتسب وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال كنت اذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي قال فراني ابي سعد بن مالك فناهاني وقال ان كنا نفعله فنهينا عنه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز أو بقية من عذاب عذب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه. حثنا يزيد انبانا محمد بن اسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اصفن الدجال صفه لم يصفها من كان قبلي انه اعور والله عز وجل ليس باعور حثنا يزيد أنباءنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رهط فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم قال سعد فقلت يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما فرد عليه سعد ذلك ثلاثا مؤمنا ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ، والله إني لا أعطي الرجل العطاء لغيره غيره أحب إلي. منه خوفًا أن يكبه الله على وجهه في النار قال: قال أبو نعيمين: لقيت سفيان بمكة فأول من سألني عنه قال: كيف شجاع يعني أبا بدر؟ حدثنا يزيد أنبأنا إبراهيم بن سعد وهاشم بن القاسم حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال هاشم في حديثه قال حدثني صالح بن كيسان وقال يزيد عن صالح عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن ابيه قال دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوه من قريش يسالنه ويستكثرن رافعات اصواتهن فلما سمعن صوت عمر ان وسكتنا وسكتن فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا عدوات انفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنك أفض من رسول الله وأغلظ فقال رسول الله يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك حدثنا يزيد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيباتا عن سعيد بن المسيبي عن سعد بن مالك قال: «كنا نكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواق من الزرع وبما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأذن لنا أو رخص بأن نكريها بالذهب والوريق» حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة قال زياد بن مخراق أخبرني قال سمعت قيس بن عباية يحدث عن مولى لسعد حاء قال أبي وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت قيس بن عباية القيسي يحدث عن مولى لسعد بن أبي وقاص عن ابن لسعد إن أنه كان يصلي فكان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ومن كذا ومن كذا قال فسكت عنه سعد فلما صلى قال له سعد تعوذت من شر عظيم وسألت نعيما عظيما أو قال طويلا شعبة شك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ: "ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين" قال شعبة: "لا أدري قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية هذا" من قول سعد أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له سعد: "قل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها ، من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول ، أو عمل". حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب عن سعد بن ابي وقاص انه كان يامر بهؤلاء الخمس ويخبر بهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر حدثنا ابو كامل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن ابي سفيان بن العلاء بن جاريه عن يوسف بن الحكم ابي الحجاج عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهان قريشا اهانه الله عز وجل حدثنا أبو كامل مرة أخرى. حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب، عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية، عن محمد بن سعد، عن أبيه سعد قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد هوان قريش أهانه الله» حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعو التبتل ولو أذنا له فيه لاختصينا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: حلفت بالله والعزى، فقال أصحابي قد قلت هجرًا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن العهد كان قريبًا وإني حلفت بالله والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثًا ثم انفث عن يسارك ثلاثًا وتعوذ ولا تعد حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل وعفان المعنى قال حدثنا حماد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فأكل ففضل منه فضلة فقال يدخل من هذا الفجر رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة قال سعد وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فطمعت أن يكون هو فجاء عبد الله بن سلمين فأكلها حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم فذكر معناه إلا أنه قال فمررت بعويمر بن مالك حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة يعني ابن زيد حدثنا أبو عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإني عبدك ورسولك وإن إبراهيم سألك لأهل مكة وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه إن المدينة مشبكة بالملائكة على كل نقب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن أبيه سعد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بأحدى يديه على الأخرى وهو يقول الشهر هكذا وهكذا ثم نقص أصبعه في الثالثة حثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا عشر وعشر وتسع مرة. حدثنا الطلقاني حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تسع وعشرين حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد العزيز يعني الدرا وردية عن زيد بن اسلم عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم ياكلون باسنتهم كما ياكل البقر باسنتها حدثنا أسود بن عامر حدثنا حسن عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر يعني ابن حفص فذكر قصة قال سعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن عمه جرير يعني ابن زيد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد قال قلت يا رسول الله أوصي بمال كله قال لا قلت فثلثيه قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كبير أحدكم يدع أهله بخير خير له من أن يدعهم عالة على أيدي الناس حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله يعني ابن حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن سعد قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلف عليا، فقال له أتخلفني؟ قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد ان سعدا قال في مرضه اذا انا مت فالحدوا لي لحدا واصنعوا مثل ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن سعد قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد بن مالك قال: طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من طاف سبعا ومنا من طاف ثمانيا ومنا من طاف أكثر من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحرج! حدثنا هارون بن معروف أنبأنا عبد الله بن وهب. أخبرني أبو صخر قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وسمعته. أنا من هارون أن أبا حازم حدثه عن ابن لسعد بن أبي وقاص قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الإيمان بدأ غريبًا وسيعود كما بدأ فطوب يومئذ للغرباء. إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين، كما تأرز الحية في جحرها. حثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي عبد الله القراضي عن سعد بن أبي وقاص إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حَدَثَنَا عَفَانُ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زِيَادٍ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم حرمه لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولا يريدهم أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص ، في النار أو ذوب الملح في الماء. حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلة حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبطل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة أبطل على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه فقال علي أتخلفني مع النساء والصبيان قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاونا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بصري بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال افرأيت ان دخل علي بيت فبسط يده الي ليقتلني قال كن كابن ادم حدثنا علي بن عبد الله حدثني محمد بن طلحه التيمي من اهل المدينه حدثني ابو سهيل النافع بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هذا العباس بن عبد المطلب اجود قريش كفا واوصلها حثنا عبد الله بن نمير ويعلى قال حدثنا موسى يعني الجهنيه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا نبي الله علمني كلامًا أقوله قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي عز وجل فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني قال ابن نمير قال موسى اما عافني فانا اتوهم وما ادري حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا موسى عن مصعب بن سعد حدثني ابي قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يومين ألف حسنة قال فسأله سائل من جلسائه يا نبي الله كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا موسى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يومين ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا يا رسول الله كل يوم ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابيه قال انزلت في اربع ايات يوم بدر اصبت سيفا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني فقال ضعه ثم قام فقال يا رسول الله نفلني فقال ضعه ثم قام فقال يا رسول الله نفلني يهي اجعل كمن لا غناء له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. قال: وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشينا. قال: فتفاخرت الأنصار وقريش فقالت الأنصار: نحن أفضل منكم. وقالت قريش: نحن أفضل منكم. فأخذ رجل رجل من الانصار لحي جزور فضرب به انف سعد ففزره قال فكان انف سعد مفزورا قال فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال وقالت ام سعد اليس الله قد أمرهم بالبر فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت. أو تكفر بمحمد قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا أنفاها بعصا ثم أوجروها قال فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد وهو مريض يعوده فقال يا رسول الله أوصي بمال كله قال لا قال فبثلثيه فقال لا قال فبثلثه قال فسكت حدثنا السويد بن عمرو الكلبي حدثنا أبان حدثنا يحيى عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه حان عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ارمه فداك أبي وأمي حثنا يزيد بن هارون أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن عبيد البهراني عن محمد بن سعد قال: وكان يتوضأ بالزاوية فخرج علينا ذات يومين من البراز فتوضأ ومسح على خفيه فتعجبنا وقلنا: ما هذا؟ قال: حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت حنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول والله إني لأول العرب رمى بسهمين في سبيل الله لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا لا كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد يعزّروني على الدين. لقد خبت إذا وضلّ عملي. حنا يزيد أنبأنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن عامر بن سعد. عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حدثنا روح حدثنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الاسود عن عامر بن سعد عن ابيه قال لما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل يقول بالترس هكذا فوضعه فوق انفه ثم يقول هكذا يسفله بعد قال فاهويت الى كنانه فاخرجت منها سهما مدما فوضعته في كبد القوس فلما قال هكذا يسفل الترس رميت فما نسيت وقع القطح على كذا وكذا من الترس قال وسقط فقال برجله فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال حتى بدت نواجذه قال قلت لما قال لفعل الرجل حان روح حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن ابيه سعد بن ابي وقاص انه كان يامر بهذا الدعاء ويحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا حجين بن المثني وأبو سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أبو سعيد قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه حلف بالله والعزة فقال له أصحابه قد قلت هجرا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العهد كان حديثا وإني حلفت بالله والعزة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قول إله إلا الله وحده ثلاثا واتفل عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن محمد بن عبد الرحمن أبن لبيبة أن سعد بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي حدثنا أبو داود سليمان ، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان ، حدثنا ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن أبيه قال: «استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جوار» قد علت أصواتهن على صوته فأذنا له فبادرن فذهبن فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال قد عجبت لجوار كن عندي فلما سمعن حسك بادرن فذهبن فأقبل عليهن فقال أى عدوات أنفسهن والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتن أحق أن تهبن مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن عنك عنك يا عمر فوالله ان لقيك الشيطان بفج قط الا اخذ فجا غير فجك اخر حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه